أنهى المشاركون في أعمال الدورة التدريبية التي نظمتها المنظمة الشبابية للتنمية والإصلاح لصالح طلاب المدارس. خليل حسن صالح. المنظمة الشبابية للتنمية والإصلاح تختتم دورتها التدريبية التي استفاد منها أكثر من 50 مشارك ومشاركة من حملة الشهادة السنوية هذا العام. وأثناء الحفل الختامي قدم المشاركون عبارات الشكر تقديرا لما قدمته لهم المنظمة من محاضرات قيمة وتوجيهات بناءة خلال أيام الدورة. رئيس المنظمة الشبابية شكر المدربون على ما قدموه من جهود تنصب في صالح شباب اليوم وقادات المستقبل. أحس وأنصح الشباب يكونوا جادين لأمتهم ووطنهم، إن الوطن أمانة في أعناقنا يحتاج الكثير. لماذا الكل ينظر إلى بلادنا إلى اكتشاف بنظرة سيئة؟ نحن الدولة لها ثروة حيوانية، لها بترول، لها أرض خصبة صالحة للزراعة لا توجد حتى في أوروبا. لماذا الشباب يتشائمون؟ لماذا نحن المستقبل؟ والمستقبل نصنعه نحن بأيدينا، لا يصنعه شخص غيرنا. نائب رئيس جامعة أنجمنا الدكتور الطيب إدريس حلولو بعد الإشادة بأعمال المنظمة حث المشاركين الأخذ بعين الاعتبار توجيهات المدربين والعمل بها قبل وبعد الالتحاق بالجامعة. أما المستفيدون من هذه الدورة فقد عبروا بدورهم عن سعادتهم وانطباعاتهم، مؤكدين استفادتهم الجمة من خبرات وكفاءة المحاضرين. استفدنا أشياء كثيرة، يعني ما قبل ما ندخل في الدورة ما عرفنا تحديد مصيرنا في أي تخصص. في المراحل السابقة أنا يعني اخترت تخصصي، ولكن لا أعرف هذا التخصص صح تعبير لها إيجابيات وسلبيات. بعد ما دخل هذه الدورة تعلمت هناك سلبيات لتخصصي والحمد لله استفدت. ونقطة ثانية، كيف تذاكر أو كيف تخطط السهم أو الجدول للمذاكرة، وكيف تختار الكتب التي لها ذات علاقة بالتخصص. هذا وقد قدمت شهادات تقديرية للمدربين الذين كرسوا أوقاتهم وجهودهم من أجل توجيه هؤلاء الفتية لاختيار المسار الصحيح.